مساكم الله بالخير. اليوم حنا قاعدين نسجل حلقة فريدة من نوعها. أول شيء بقول لكم بالحلقة إن هذه الأكلة صار لها 4 سنين نحاول نسويها، نبي أحد يستلذ فيها ويعرف لها، ما إحنا عارفين. واليوم ضيفنا بيكون وهو يمسي عليكم ويبارك لكم بالشهر الفضيل، أنا ما راح أقول اسمه. تفضل يا عم. مساكم الله بالخير. الخير والكرامة. مبارك عليكم الشهر الفضيل. الله يسلمك. وإن شاء الله كل سنة آمين تعودونا آمين من السالمين، لا فاقدين ولا مفقودين. نعم. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. ما قصرت يا عمي على العنوة، والله ما قصرت. والله أنا حاضر يا أبو داود لما دعيتني. نعم. وأنا طال عمرك هالطبخة هذه. نعم. صار لي سنين ما أكلتها، لأن لا الطباخ ولا حريبنا الحين يعرفون الطبخة. تذيهم لأن سمك يبي تنقع يبي لو يحب أشرح لهم السالفة كلها. لا بقول لكم شيء، أنا وأنا سولف مع العم بجاسم الله يطول لي عمره محمد المنيع، أقول له أمي كان يقول لي أنت ما تدري أن أنا مشرف في ثانوية الشويخ، وحين بيعدد لكم منو الفطاح اللي كانوا موجودين والآن صاروا ما شاء الله ما شاء الله. إيه الحين هذه بالسالفة الثانية برد لكم إياها. فهو كان مشرف على مشرفين التغذية اللي كانوا في ثانوية الشويخ. في ثانوية الشويخ. نعم. والكلية الصناعية. نعم. كانوا ويانا بالكلية تامر السيار. نعم. والله يشافينا وياه محمد السنعوسي. آمين الله يحفظه. ومجموعة وبدر برسلي. بدر برسلي. نعم نعم. جماعة. إيه؟ وكان على حياة عبد الباقي النوري. الله يحفظه. كل سنة يجمعنا في فندق ويسوي لنا ذاك العشاء. نعم. ويجمعنا علشان التعارف. نعم. بعضنا بعض، لكن من توفى انقطعت العادة هذه. الله يجعلنا الله يجعلنا وياكم آمين. إن شاء الله من الحيين دوم يا رب العالمين. تعودون. نعم. إن شاء الله وتعود إن شاء الله ويانا وتصومونا مسترين الخاطر. وبنطبخ اليوم الخباط. الخباط. هذا الخباط أحب أظهر لهم بوريهم شون. هذا أول ما يبونها من السوق. أيوة. وتالي تستوي كذي، تالي شون تنتقل للجدر. لا إله إلا الله. نعم نعم. أقول ريحتها ريحتها. ريحة الخباط ريحة المالح. ها. بردها. ها. هذه. يا بعد روحي. عايشين عليها. يا بعد. إيه نعم. بالأول. هذا ما كلنا نعم في صاد. إيه نعم. على موجب. الأول أنت طر هالشيء من أمان الأول. أول كم يعطونا؟ أنا أستغل بالدركال. نعم. من الصبح لما المغرب نص ربي. قول لهم شنو الدركال عاد؟ الدركال هو الرمل. الرمل. إيه وين المطاعم؟ شنو الرمل؟ نعم. وين التصفية مالت المياه؟ نعم. هنية. إيه. هني مكان. ما شاء الله. ورد مشي تكرمون. الحيوانات الكلاب تلحقنا ورابطين بذارنا رابطين النصر ربي. نعم. والذار ياكل ريولكم. زين. ونركض ونركض ونركض. نعم. وتطيح منا وظلمه. يا حول. تصدقون ان في واحد قال لي كلمه ما انساها، يقول لما رحت البيت ابوي يسالني وين المكده؟ النصر ربي. يقول ورد ويب السراي ويدورها ابو فتيله، يقول ويبه وياي ومكان هذا انا ميمع التراب، يقول والمنخل وياي وانخل ليه ما قرقعت ويا الحصر. شوف شلون الله يغلط. شوف غلط المكان اللي قبل. الحمد لله ما ضاع. الحمد لله حبي بلاش. اي والله. واروح واعطيها ابوي. بعد روح والديكم. الحين بنرد لكم حق الطباخ والسوالف ما تخلص مع العم، بنرد لكم حق سالفه ثانيه. الله حياك. تفضل عمي. ردينا لكم حق طبختنا اليوم الخباط. الناس يسألون شنو الخباط. فهذه الخباطة كح. تأخذونها من السوق كذي، يصيدونها ويملحونها، ترسون بطنها ملح عدل نوبة وحدها، وتالي يحطونهم قبل بحفر. عم يحب حفرة ولا على يصفونهم بالشمس؟ لا طال عمرك يملحونها وهي طرية. أي وهي طرية. ويصفونهم على أرض يابسة. على أرض يابسة. على البحر. على البحر. ها؟ أي. وتشرب فيها الملح. زين. نعم. ها؟ اي نعم. وبعدين يجيبونهم. انزين عشان تعرفوا يا جماعة، ترى أهل الإمارات أكلهم في المالح يستخدمون القباب ويأخذون الشنعد عدل، والخباط هذا احنا اهل الكويت نحبه وايد متولعين فيه، واكلهم فيه هم بيحطونه في درامات مع ملح وماي. اي نعم. اي مثل الطريح على قولتهم. ايوه. اما احنا لا، لازم ناشف نجيب شيء حق الكويت. الحين ما اطول عليكم السالفه، خذينا هذه الخباطه، اول ما ناخذها نغسلها زين تحت ماي جاري
بعض الناس يطقون هطوش، بعض الناس ينقعونها طول الليل. اي نعم. عشان يروح عنها الملح مره واحده. إيه. فهذه منقعه تصير يا جماعه، شوف شلون ترد. لا لا. ترد انها طريه مره ثانيه ورايح عنها الملح. الحين احنا بنسوي اليوم منها ثلاث وجبات. بنسوي الخباط، وهذا خباط، شوف هذه ختها، هذه ختها مشول عنها العظام ومفتفته، بنسويها حق الحشو. حلو. موش والحشو ماله خباط. الله. نعم. يدم يدم. نعم. اي. واحدة بنسويها مطبق على طريقة الحمس الجدر، نزل الخباطة تلسع شوية وعقب نكت عليها العيش يصير في بطنه. وواحدة من الخباطة احنا مجهزين، سجلتنا أربع خباطات، واحدة منهم بنسويها مرقة، لأن ماما كماري ماما راني محضرين المحمر هناك. عدل؟ عشان أننا ما يسع الوقت بنسويها. الحين بتدي وياكم، أول شيء بناخذ بنسوي الحشو. بسم الله. ننطر بس مقلتنا تحمى شوية. أنا عشان ما أطول عليكم السالفة، هذا البصل وعقب يسمونه على قولتهم حماس بس بماي عشان يحومر ويطلع طعم السكر فيه شوية. حلو. فإحنا بنسوي الحين حشوة الخباطة اللي بنحشيهم، ناخذ شوية بصل كده هو محموس خالص بس ياخذ شوية وقته، نعطيه شوية على كيفكم، زيت، سمنة، زبدة، اللي تحبونه. أنا أحط شوية هذا الزيت شوية لأنه محموس خالص على طول. وأبي شوية كماري، وين الكزبر وال هذا كزبر وثوم، هذه شوية كزبر تمام، وشوية شبنت عشان يخننه، وحبيبة ثوم. أنا بسوي لكم لأن إحنا مجهزينه، بس نسوي كذي عشان تعرفون شنو الطريقة. ولازم لومي أسود، هذا شوية الزنجبيل. هذا الأول الأولين ما يحطون زنجبيل، هذا اخترع منا حنا. الزنجبيل الأول ما يحطونه بالحمسة. لا. إيه. بس هذا منا حنا يشيل الزفرة شوية. الزنجبيل طال عمرك أيام الشتاء. نعم. نفوح الحليبة ونحط. عادل فيها الزنجبيل. علشان البرد. إيه نعم. لومي أسود شوية مطحون. يا عيني يا عيني. وما تحطوا ملح لأنها هي متروسة ملح. فيعني حتى لو منقع ما تبي ملح زود. وحبيبه من بهار البيت، شويه كركم، حبيبه كاري ولا بهار عادي، وبزار مال البيت المخلوط اللي مشكل، بهار مشكل. اي نعم. إيه عشان يطلع ريحته. طال عمرك ترى الكركم صحي. نعم. إيه. في مضاد حيوي على قولتهم. إيه نعم. إيه. ذهبتي خيط عشان تلفينها عشان بنقليها هني. هذه تقريبا الحين الحشوه ذاهبه. أنا عاد شزيد عليها، أكو ناس يقولوا لك الهيل ما يرهم مع السمك. أنا والله أحب، لأن اللي سويت المطفي ولا هذا الهيل يكسر شوية ريحة الزفرة، فحط حبيبة ذرة هيل. أيوة. تكسر شوية ريحة السمكة. وتعطيها نكهة. نعم في نكهة. إيه. فنان فنان يا أبو طول لي عمرك. هذه حشوتنا بارزة. الحين هالسمكه انا طبعا ما راح احطها على طولها، على طول ناخذها بالنص. أه. نقصها كذي نصين. بسم الله. بيده. ايوه. صارت نصين بنحشيها، وكماري ان العاده اللي حشينا بالحشو شو تسوي؟ تلفها بخيط علشان لا يطلع. أه. صح. اي واحنا اكو ناس ما يحمرونها، عشان اقول لكم بيت وبيت، انا اقول لكم طريقتي انا، هذه طريقه امي اللي تعلمتها وطريقه الله يرحمهم اللي راحوا. الله يرحمهم. عدل؟ اكو ناس ما يقلونه بس كذي ويقطونه على طول بالجدر نفسه. اي نعم. بالجدر. يقلبونه. يقلبونه. ايه. احنا لا، نقلي اسهل لنا، والحين الوقت كل شيء موجود يعني كل شيء متوفر. صح. هذه طفينا عليها. بسم الله. هذا الحشو البارد لنفسه بس مبرد، تفردونه في فراد. حلو. أه. وطبعا احنا عاده نذر عليها بعد شويه بهار كذي ببطنها، شويه كركم، هي طبعا مطبوخه بالكركم من قبل، ما فيه حفو نص فوحه. حطه، يلا سوي كماري وربطيه عشان نقلي. عدل؟ يلا تكبر ويا وخدش بنت. يلا كذي ها وربطي. شوفوا هذه الخباطة حشيناها وكهي كركمتها، حطت عليها شوية بهار بس على طول عشان ننزلها بالمقلة.
بسم الله. أعطيني الثانية. يلا. بنسوي الحين نعم الحمسه مالت المرقه عندنا كان الجدر حلو هذه حمسه المرقه على ما يبون جدر العيش مو مشكله العيش نسويه حلو على طول نحط هذا جديرنا بسم الله خليه بسم الله مشي زين على الماي حق المرقه مرقه سمك عاديه نحط شويه دهنه بصله شوية ثوم بيبة بزار ونحمسهم يميع مع لومية سودة عدل وأنا بس الإضافة اللي أضيفها أني أحط شوية صبارة عقب عشان تعطيها حموضة شوية وياه يعني إيه نعم فالحين بس بحمس هذا الجدر نكهة بس أنت ريحمه أحط شوية بصلة أو إيش حقه عندنا البصلة اللي حمسناها من ساعة حق الحشو هذه ذاهبة يا نفس أبو داود خلت بطني خرب هي بعد روحي نفس الحمسة بردها فيه اللي هي حق المريقة لأنه نفس الشيء آه. رحم الله والديك والدنا ووالديك طبعا نزيدها شويه كزبر يا هذا شبل وشويه كزبر يا سلام نعم مدام بدات تسوي تش معناته قد شرحها التقنيه يقولون الفني من يعرفه اي نعم اي والله بعد روحي ما عليك زود عمي الله يرضى عليك لو 200 سود مفقشين على قولتهم يلف مكسر أحسن. غير العدل اللي حق الفقاس طلعت البذر اي الاسوأ هذا الحبوب على المروره اي وشوية زيت عادي عشان حمسة وحبيبة كركم حلو وحبيبة بهار كله كامل أعطيني يبا الحين بس هذه لأن البصلة ذابلة ذاهبة أعطيني المعجون عشان نحمس حقه أول المعجون ذهبتي ماي حار نزلنا المعجون عشان نبيها بس الحين تهضم المرقة وننزل فيها هالسميشات حلوة اي تصير ومرقة الخباط لا تستعيلون عليها على راحتها التهادة لان الخباطة قاضبة عمرها مو مثل مثل الزبيدية التهتها ولا دي لا تطبخها وهي مكانها مستوية وهي مكانها داوود الله يرضى عليك بقى شيء باخذه وياي الساعة المباركة هي النقصة لك النقصة لك طال عمرك لازم الراس المرفوع مال العرض بروحه ومال النقصة بنشيله يا عيني يا الساعة الف مباركة جزاك الله خير طول لي عمرك الحين طماطة وياها اعطيني شوية ثوم بس يبي لها ثوم وراسين ثوم عدلين قطيهم وياها كذي اللي يبي تالي يفقصهم مع اللقمة يشتهيهم هذا الثوم ولا الزنجة الثوم عافية عافية شوية الثوم يلا خليه آه. وين اللوم الأسود العدل؟ هذا الله يرضى عليك تصدق هالجذور هذه تمر على خشتي كذي رايحة السوق معقول ايه الجمعية ولا يقول هذا جدر حق ابوي اتنقصه هيا العيار مصدق يبي بهالعصا هذا من يطقه لا عمي ولا بعد روحي والله صالح عسى عمره طويل حبيب حبيب والله والنعم والثلاث انعام والله عايش وياهم طال عمرك ويا عيالي الله يحفظهم ان شاء الله من كل مكان ابو واخو وصديق ها والله يصلحهم ان شاء الله امين يا رب العالمين يعطيهم الذريه الصالحه امين ما نبيها صلول المرقه لازم شويه فيها مع انك مرقتنا قبل هالكويت ما يسوون لخاطره كلها خفيفه مرقت الا المطفيه علشان يشربون منها اي نعم اي اي خلوها بس الحين تطبخ تعقد وننزل فيها للسماج وتالي نتشيها على كتر ونشتغل بالطبخه الثانيه رد لكم بعد شويه للطبخه سوينا المرقه شوفوها مرقناها بخت بنزل راسين ثوم فيها وننزل فيها سمكتنا اللي قليناها حلو هذه واحده وهاي الثانيه وهذه نبي انا واحده كامله مني واحده كامله مني ثلاث اي تمام كذي المرقه تعتبر جاهزه بس تاخذ راحتها بالسوى على الراحه تقدر تستوي قصر عليها قصر عليها هذه مو مقطعة هذه مقطعة أبى أسوي بالحشوة هني الحشو مال مقدم عندي البصل محموس
قهوه عشان ما اغلبكم، وشويه كزبر وشبنت. خذينا من البصل المحموس، وعندي طبعا البهارات مشكله، كركم، شويه ابزار خفيف، وشويه بهار مال البيت وكاري. وطبعا لازم دام النحش لازم حبيبه هيل. حلو. وبنقط فيه اللي هي اللي فصصناها. نعم. اللي هي حق الحشو، وبخلي شويه منها من الحشو يطعم بالمموش ببطنه. حلو. هذا يطعم بالمموش، شوف ايوه. هسه شفت العظام عدل كماري عنه. ها؟ تحملي شايل العظام. عافيه. هذا خليه حمص جاب لي مني. ترى شوية زنجبيل وثوم بعد. الحين جدرنا مال المموش. المموش عبارة مثل مكبوس. حط فيه عويد دارسين بس عشان الزفرة. حبتين ثلاث مسمار. وهذه ورقة الغار. وحبيبة هيل عدل. هو كنا مطبق نفس المطبق. ونفره. فرينا عدل. اقول من ريحتها خنينه. خنينه اي نعم. تاخذ من البصل والشبنت والكزبر. هاي اثنين شبنت يا كماري، وين الكزبر عيل؟ كسري شويه بس البيب فلفل حطي يلا خليه. لا لا مو لزوم واحد بس انا احطهم تالي عشان لا يطلع زوجهم. اي لا يصير حار. حاضر. انا طال عمرك وياي سكر. بسم الله عليك. حق الطبيب قلت له يا دكتور انا صاحب سكر بس شنو الاكل اللي اكله؟ قال لي لا تاكل لحم، لا تاكل سمك، لا تاكل. شال عنك كل شيء ها؟ تبيني اكل كلينك؟ لا حول الله. شو اسوي بعد؟ تمنعني من الاكل اللي احبه؟ دين عندكم رقتنا؟ شوف. وين المغرفه؟ عدل احنا عنده ثلاث حق المطبق ها؟ ثلاث مطبق ومنك واحده وهذه واحده. عدل هذه حق المرقعه. وهذا بس انهضت شويه شبعناه بالماش وعيش. ثلاث شيلات عيش ونص شيلات ماش. اسمح لي. تفضل. الماش اول سلكته لحاله؟ لا منقع بروحه. صح عمي كلامي. اي علشان القشر منقع. لا احنا قشره وياه يقولون حق الهضمه زين. فيتامين هذا. اي فيتامين. اي صح. لو دي الاول ينقعونه ويولونه شويه علشان القشر. عشان القشر. اي نعم. تالي قالوا لنا ترى يا جماعه القشر هو كله فايده، لان خليته بروحه صار بس نشا خالي. فقلنا يلا دام انه كله فايده كله فايده خلي. تعال فمبارك. حمسنا يبا الجدر، انا ما بقول لكم طريقه المطبق مره ثانيه، بصل وحبيبه ثوم وحبيبه بهار وشويه وكم دارسين وحبه هيل مسماره. عدل قطيناهم كلهم يمي حمسناهم مع بعض بس نضيف لنا مطبق لومي اسود مكسر في بطنهم شويه. وهذا الزنجبيل والثوم اللي يبي طبعا اكو ناس حتى ما يستحبون هاللويه فيه. حبيبه حبيبه. وشويه بهار شويه كركم شويه كاري. شوفوني انا كله بديني. يقول عينك عينك ميزانك. حمست بصله عدل على طول نزلنا شنو عمي السميكات. حلوه حلوه عشان تتلسع فيها من داخل. يا. تاخذ الطعم حق هو على قد جدرنا ثلاث اقطاع هم يوب القاعه. ما نبي في كزبر وشون تخليهم حق الحشو. يلا بابا مرجع عليه بالوسط. كله ياخذ الدله كلها خليه يطبخ شويه وتالي انكت عليه العيش في بطنه. يا سلام. مع اللومي الاسود، هذا اللومي الاسود. هذا الحشو حطيناه هني،
حطيت البصل المحموس وضفت له بهارات مشكله وشويه زنجبيل وثوم وشويه كزبر وشبنت. هاي الشبنت راهي عشان يشيل عدل الزفره. اي عدل. اي نعم. كزبر. اشوفك كل ما لقيتني يا ابو جاسم حياك. يا بعد روحي حياك في طبختي. ان شاء الله باكلها والله يجمعنا وياك ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله يا رب العالمين كل سنه. الله لا يفرقنا. ولومي اسود لا تنسون لازم صماق الحشو مال المطبق لومي الاسود. اي طبعا مطحون ومكسر. ما كسرت لي كم حبه اني بحطها؟ ابي حبيبه هيل هي فوق بعد نفس الشيء. الحشو لازم حبيبه هيل كذي زاهر حبيبه تركم وبيظل لازم. هذا حشونا زاهر وهني بس بنمرق عليه. شوفوا طبخ. وهذا اذا عندك الكاميرا وليدي هالصوب شوفها. ها انتهض العيش انتهض المموش شفته؟ ايش بنجيب فوق الحين ما دام انتهض؟ الحشو على طول اللي سويناه عشان ياخذ الطعم فوقه. وقت النشاب تالي نشيله. هذا كذي خلاص. الحين نحول على هذه. حلو. يلا ينهضه لان انا حسب حق كل كيله ربع قفشه ملح او نص قفشه ملح. فانا حطيت قفشتين حق ربع كيله. جهزت عمي طبختنا. الحين نبي ننشب اول مرقه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويطول لي عمرك. هذه شوف عاد انتوا تنشبوا وانتوا تحطون لازم تشيلون. عدل يا ابوك. نعم. عدل. وفص الثوم وياها على كتر. نعم. وتالي ناخذ من المروق وننزله هني. خاطره ها. وحامضه صارت. الله يعطيك الصحه والعافيه. هذا مطبقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر السمكه اول. حلو. ظهر سمكتنا. حطيت طريقتك بالنشاب. نعم. فن. يا بعد روح يطول لي عمرك عمي تسلم. هذه السمكه. يوه يوه يوه. والله هني عشان الحماسي وننشب العيش. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو. ما شاء الله. هذا اللي يسألون عن طبق الخبار. هذا مطبق الخبار. يد ما عدمناها ان شاء الله. يطول لي عمرك يسلمك حبيب قلبي. الله يعطيك الصحة والعافية. وش عاد هذا العويدات انتم تشيلون انتم تنشبون تشيلون شيلونه. عيشكم شنو؟ هذا مال التموين عمي. مال التموين؟ نعم. ما شاء الله. ايه؟ ويطلع شديد؟ يطلع ايه. لا اله الا الله. ما قصروا. وفي ناس توزعت. شفت شلون؟ الله يديم علينا. امين هالنعمه والخير. اي والله. نقول في كذي بس عشان نظهر السمكه. ايوه. حط لنا هني بحيده. واختها يمها. عشان تكمل. وداود. هلا. سامحني. عمري. الخيط متى تشيله؟ الحين الحين. لان اخاف ان يقصوا فيني. لا صل عليهم. عدل عدل عدل. سامحني. لا عدل عدل كلامك. سامح. وهذا العلوب الفلفل. ايش نسينا عمي الحين؟ ايش نسينا؟ نسينا الحشو. الحشو. نعم الحشو. هذا خلصنا منه. يلا بسم الله. لا تحطي لي ملال هني تحتي يا بنيه. ايش حق يعني؟ سوي لي دودهو. والله. عاد العادة ندهنه بسمنة بس اليوم لا عشان عمي بذوقه. ما احنا حاطين فوق السمن دهنته كاملة لأن اللي وياه القلب طال عمرك وسكر. يا بعد روحي ما ياكل الدهن. اي نعم. ولا السمكة اي سماقها. سماقها نعم. اي نعم. اي هذا المطبق زهر. اها الحين بنردش عليه. هذا ما شاء الله ما شاء الله. جاهزك طبخ. شميت الريحة. يطم مطابخ انت. لا اله الا الله.
شلنا القلوب انويها مني، وهذه الحشوه اللي سويناها اللي هي فتتنا الخباطه وحرسناها مع البصله مال بيده مال بيده. نعم، وقطينا فيه بعد سمكه ببطنه عشان تعطي الطعم لنبي. الله يرضى عليك. سلم. ايه بننشب الحين منه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لا اله الا الله. هذا العيش والماش الله يذكرك بالخير عمي ثرقية تسويه موش وبطن السمكه خباطة. الطعم الطعم هذه خباطة قاعد تشوفها ما شاء الله. الحين خلينا نكمل نشابي. هذا المطبق وهذا المموش اللي فوق الحشو ماله وهذا المريخ. ما شاء الله جزاك الله خير يا ابو. بعد روحي ويعلم داخلي العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. صحة والف هنا وان شاء الله ينظر عيني التهنى. بعد روحي ونشوفكم في نقصة ثانية مع ضيف ثاني وأكلة حلوة مثل اللي اليوم ضيفنا فيها عمي ابو محمد عسام. محمد بن ايه. سامحونا. يطول لي عمرك. سامحونا. الله يسلمك. جزاكم الله خير. حيا وعساكم من عواده. في امان الله. امين امين.